الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. النهاردة هناخد تاني محاضرة إن شاء الله في البارك لطلاب الفارم دي، سواء كان جنرال أو كلينيكال. هنبدأ نتكلم على الإنديفيدوال بلانتس أو إكزامبلز لبعض الإمبورتنت بلانتس اللي الجزء المستخدم فيها طبعا عبارة عن البارك. أول حاجة هناخد الكسكارا بارك، دي ليها أكتر من اسم، أحيانا بيسموها كسكارا سجرادا بارك أو بيسموها لحاء الشجرة المقدسة. الأوريجين بتاعها عبارة عن درايد ستيم بارك أوف رامنس بورشيانز فاميلي رامنيسي. طبعا دي عبارة عن شجرة ارتفاعها بيوصل إلى من 6 إلى 18 متر إن هايت. الجغرافيكال سورس بتاعها بيبقى موجودة في نورث أمريكا وعند كولومبيا، وحاليا طبعا بكالتيفيتد إن كينيا كندا أند يو إس إيه. الأودر بتاعها بيبقى سلايت بات كاركترستيك، يعني ملهاش أودر قوي ولكن بيبقى كاركترستيك. التيست بيتر أند نيوزيوس، نيوزيوس يعني مش مستساغ. طبعا الشيب بتاعها دي مش مشكلة، بتبقى موجودة في الغالب في pieces of varying length and sizes. من ضمن الحاجات المهمة جدا في البارك ده ان بيقول لك must be stored for at least 1 year before use. طبعا ده هنتكلم عليه لما نيجي في الاكتف والسيل، ان هو بيبقى less emetic، يعني هو ايه لو انا استخدمته قبل السنة دي بيبقى emetic، انا لازم اخزنه عشان ايه احاول اتغلب على المشكلة. ده الشكل بتاعها. البارك في الغالب الاوتر بارت بتاع البارك بيبقى زي ما احنا شايفين اهو، واخد لون براون كلر، انما الانر بارت او الجزء الداخلي اللي هو ملامس للوود بيبقى ريدش براون، وده يدينا انديكيشن على الاكتف كونستيتوانت اللي موجوده فيه. لو بصينا هنا على الميكروسكوبيكال كاركترز بتاعته هنلاحظ هنا في يعني تيبيكال تي اس، ده اللي فوق اول حاجه اللي هو مكتوب عليه دي، حرف الدي ده عباره عن تي اس بسميه دايجراماتيك. الاي دي عباره عن تي اس سيكتور او ديتيلد ترانزفير سيكشن. في بعد كده الاتش دي عبارة عن يعني extension دي تي اس الموجود فوق، وفي هنا ده هنا يعتبر ايه ال اس طبعا مختلف الوضع بتاعه عن التي اس. طبعا لو بصينا هنا على الحاجات الموجودة عندي هنا هنلاحظ ان في هنا التيبيكال ليرز اللي احنا قلنا عليها، بيبقى في هنا الكورك زي ما احنا شايفين بتبقى مالتيبل ليرز. في بعد كده الكورتكس هنا بيشمل عبارة عن كولينكيما أبر لير، وبعد كده في بارينكيما. هنا نلاقي في بعض السكلرايت سيلز موجودة في الكورتكس. نخش بعد كده في منطقة فلويم فايبر زي ما احنا شايفين هنا بتبقى alternated مع الميدلري ري، طبعا بيبقى فيها هنا فايبر فلويم فايبر. الفلويم فايبر ده بيبقى فيه بريزمس في كالسيوم اوكساليت، طبعا بتبقى موجوده في فلويم بارينكيما، عشان كده بيعمل لي الدياجنوستيك ايلمنت بتاعه اللي هو عباره عن كريستال شيز. ده الديتيل. لو بصينا على الدياجراماتيك هنلاحظ زي ما احنا شايفين هنا، طبعا انا مبقاش شايف ان ديتيلز، في هنا الكورك اول طبقه من بره خالص، في بعد كده الكورتكس الطبقه اللي بعد كده، في بعد كده بيريسايكليك فايبر اللي هي دي منطقة الكورتكس أو قبل منطقة الكورتكس مباشرة، في سكلرايدز موجودة هنا اهو بتبقى عبارة عن نوت كونتينوس ولكن بتبقى عبارة عن باتشز. زي ما احنا شايفين هنا الحاجات الطولية دي اللي بالطول دي اسمها الميدلري ري، اتكلمنا عليها قبل كده في الانترودكشن. السبوتس دي عبارة عن طبعا عشان انا واخد قطاع عرضي فبتظهر لي على هيئة اللي هي ايه راوندد ريجولار شيب اللي هي عبارة عن الفلويم فايبر. طبعا كلها المنطقة دي كلها عبارة عن منطقة الايه منطقة السكندري فلويم. في طبعا كمان الستون سيلز او السكلرايتس.
ده الباودر بتاعي. لو بصينا عليه هنلاحظ هنا ان في الدياجنوستيك اليمنت بتاعي اللي هو عبارة عن كريستال شيث. خدنا قبل كده احنا يعني ايه كريستال شيث. ده بيبقى عبارة عن فايبر، جروب فايبر فلوين فايبر في الغالب، مع البريزم اوف كالسيوم اوكساليت، عاملين الشكل اللي هو ايه عامل كريستال شيث. في طبعا كمان كلاستر اوف كالسيوم اوكساليت، دي اللي هي السكلرايدز. في اكتر من حاجات بتبقى موجودة. ده طبعا اللي هو اللايرز بتاعت الكورك and so on. هو هنا بيتكلم بالتفصيل عن كل لايرز اللي فاتت في عندي. الكورك طبعا بيتكون زي ما احنا عارفين من سيفيرال لايرز، من سمول ثين وول فلاتند اند فيلد وذ يلوش براون كونتنت. واحنا قلنا احيانا بتبقى يعني ما فيهاش اكتف كونستيتوين، الطبقه الخارجيه كورتكس. بعد كده في اوتر لاير من الكولينكايما فولود باي بارينكيما، وفي بعد كده جروب اوف سكلرايدز. بتحتوي طبعا على كلوروبلاست. هتقول لي كلوروبلاست ازاي وده بارك؟ لان جاي من الستيم بارك. احنا قلنا في ستارش جرانيول، في كلاستر كمان اوف كالسيوم اوكزاليت، بالاضافه الى البريزماتيك كريستالز اوف كالسيوم اوكزاليت. السكلرايد بتبقى irregular or ovoid in shape، طبعا variable in size، حجمها بيبقى مختلف. having thick lignified wall showing stratification and transversed by funnel shaped phloem. الفلويم العادي خالص هنا بيتكون طبعا من phloem fiber، وبيبقى زي ما قلت لك alternated مع الميدلري rays. طبعا بيبقى موجود في الفلويم بارينكيما اللي بتحتوي على البريزم اوف كالسيوم اوكساليت، وكمان فيها كلاستر اوف كالسيوم اوكساليت اند ستارش جرانيولز. الفايبر بتاعت الفلويم فايبر هنا بيبقوا يلو ان كلر وثيك ليجنيفايد وول، وفيها طبعا الوول بتاعها فيها ستراتيفيكيشن اند بيت كانالز في المنتصف. فلويم بارينكيما زي الكورتكس بالظبط، تحتوي طبعا زي ما قلت لك على اللي هي كلوروبلاست او بلاستيدز ستارش ماتيريالز، وبالاضافه الى الكالسيوم اوكساليت. مدلل الريز هم بيبقوا هنا بارينكيماتوس، يعني مش ليوفايد، راديالي الونجيتد والسيميلار كونتنت اوف بارينكيما. يعني ايه فيها نفس الكونتنت بتاعت البارينكيما، هي الفلويم بارينكيما اللي هي بتبقى عباره عن ستارش جرانيولز اند كلاستر اند بريزم اوف كالسيوم. الاكتف كونستيتوانت الموجوده هنا فيها طبعا الفور برايمري جلايكوسايدز. احنا عرفنا يعني ايه جلايكوسايدز في الترم الاولاني. اسمهم على اسم النبات اسمهم كاسكاروزايدز A B C and D. اوكي، يبقى دول اللي هم الاربعه ميجور جلايكوسايدز. لو بصينا عليهم تحت نلاحظ حاجة هنا. ده ادي طبعا كاسكاروزايد A و B بيبقى ايزومر لبعض، و C و D بيبقى ايزومر لبعض. نلاحظ هنا ان امتى اقول ان الكاسكاروزايد A and B؟ لما بتكون عندي هنا طبعا في R1 و R2. هنا السبستيتيوشن بيبقى مختلف. يعني كمثال لو كان R1 عبارة عن CH2OH و R2 عبارة عن جلوكوز، يبقى في هذه الحالة هيدينا كاسكاروزايد A and B. طب هتقول ازاي ما هما نفس الدنيا؟ لا، هنا الاختلاف في الاورينتيشن بتاعت ال H دي. عندنا لما تكون ألفا تبقى مثلا كاسكاروزايد A، لو كانت B تبقى كاسكاروزايد B. الايزومر احنا اتفقنا ان الايزومر بتبقى ليهم نفس المولوكولار فورمولا، ولكن الاختلاف في الاورينتيشن. طيب هنا نلاحظ حاجة ان الكاسكاروزايد A و B تعتبر ايه او جلوكوسايد، لان هنا في جلوكوز R2، وفي نفس الوقت الجلوكوز هنا ماسك دايركتلي ان كربون فبسميه سي جلوكوسايد. يبقى هنا كأن الكاسكاروزايد A و B عبارة عن سي اند او جلوكوسايد ان ذا سيم تايم. طيب انما الكاسكاروزايد سي اند دي على العكس من ذلك بيبقى سي جلوكوسايد فقط. ليه؟ لأن هنا ال R2 عبارة عن بدل ما كانت الكاسكاروزايد A و B عبارة عن جلوكوز، هنا عبارة عن H، بقى DOH، بقى مفيش هنا شوجر. الشوجر الوحيد هنا موجود على هيئة مين؟ C بوند.
ال R1 هتبقى عبارة عن CH3. طيب البربالوين ده نظر جلايكوسايد أو برضه دي نفس الستراكشر، ده يعتبر سي جلايكوسايد هو كريزولين. لما بتكون هنا ال R1 عبارة عن CH2 أو H، R2 عبارة عن H كريزولين، لما تكون ال R1 عبارة عن CH3 وال R2 عبارة عن H تبقى OH. في هذه الحالة هدينا برضه 2 more C glycosides. طبعا في another constituent موجودة زي الفات والستارش والجلوكوز، في volatile odorous oil، في مالك أسيد، تانيك أسيد also present. طبعا في other anthraquinone glycosides. احنا اتفقنا ان الستراكشر ده بتاع مين؟ بتاع الانثراكينونز. انثراكينونز يعني في ثلاثة رينج زي ما احنا شايفين بالطريقة دي، وهو على حسب السبستيتيوشن الموجودة في الوضع ده وفي الوضع ده وهنا وهنا بيدينا different types of anthraquinones. يبقى الاكتف كونستيتوانت موجودة هنا في الكسكارة اسمها anthraquinone glycosides، اسمائهم ايه اللي هم كاسكاروزايد A و B والكاسكاروزايد C و D والبربالوين والكريزالوين، والإضافة إلى أحيانا تانية بيبقى موجودين دول اللي هم إيه في هيئة فري. معنى فري يعني إيه؟ يعني داوت جلوكوز، يعني موجودين على هيئة أجلايكون فقط، أوكي، زي الأنثرون وزي الإيمودين وزي الآلو إيمودين. طيب الفكرة في إيه؟ احنا اتفقنا في الاول قلنا ان البرايمري جلايكوسايد، يعني معنى كلمه برايمري جلايكوسايد يعني جلايكوسايد بيفور دي هيدرولايزد بيبقوا مور اكتف ذان الالايونز، اوكي. انما الفري انثراكينونز يعني لما بيكونوش موجودين على هيئه جلايكوسايد بيكونوا ليهم ليتل بيرجاتيف افكت. بيرجاتيف يعني ايه؟ حاجه كده ملينه. طيب في الفريش بارك مفيش انثراكينونز، يعني انا لما اول ما اجي اجمعه بيبقى موجود في حاجه اسمها الانثرون. الانثرون يعني ايه؟ الرينج اللي في النص في السلايد اللي فاتت ما فيهاش فيها واحده بس سي دبل بوند او من ناحيه، الناحيه القصاد ليها فيها او اتش. طيب ده ايه مشكلته بقى لما يكون موجود الانثرونز؟ بيعمل لي اريتيشن للجاستريك موكوزا، اوكي. فلما بيعمل irritation للجاستريك ميكوزا اللي هي موجودة في اللارج انتستين هيعمل لي بقى ايه؟ هيكون الافكت بتاعه سيفير وهيديني سيفير سايد افكتس ممكن توصل لحد النزيف او الهيموريج، فدي طبعا بتبقى مشكلة. عشان كده انا بخزن فور وان يير عشان خاطر ايه؟ هنا هيحصل لما اثناء عملية التخزين في انزيم شغالة هيحصل اوكسيديشن للانترونز اللي هي المور اكتف وبتحول لي الى المودريتلي اكتف اللي هي مين؟ الانثراكينونز. انا عايز استعمل الانثراكينونز لان هي دي اللي تديني التاثير الكويس من غير سيفير سايد افكتس. طيب ممكن انا اعمل العمليه دي عن طريقتين، اما التخزين لمده سنه او ان انا بعمل هيتنج للبارك عن درجه حراره 100 سيلسيوس فور سام اورز فور 4 اور 5 اورز. هنا عملية التسخين دي هتفي بالغرض بدل ما انا اخزن لمدة سنة. الانثرونز اتفقنا ان هي بتدينا سيفير افكتس وبتبقى طبعا ليها باورفول اكشن. البيرجاتيف اكشن بتاع الانثرونز برضي از بارتلي ريديوس باي ذا برزنس اوف تانينز. اتفقنا ان في الاكتيف كونستيتوينت في موجود فيها تانينز، فالتانينز ده بيكاونتر اكت للاكشن بتاع الانثراكينونز. التست اوف ايدنتيتي بتاعته احنا اتفقنا ان السبيسيفيك تيست بتاع الانثراكينون جلايكوسايد، احنا خدنا الانثراكينون جلايكوسايد فين قبل كده يا اولاد؟ خدناهم في السنه لو تفتكروا، وكنا بنقول ان اي انثراكينون جلايكوسايد الكيميكال تيست بتاعها بيبقى عباره عن البورن تريجرز تيست، ان انا بجيب الباودر و بحط عليه الكحولي بوتاسيوم هيدروكسيد وبغلي لمده 30 دقيقه وبعد كده دايلوت واعمل فلتريشن وبعد كده بعمل اسيديفيكيشن ب اتش سي ال وبعد كده بعمل فلتريشن واعمل شيك وذ بنزين واحط عليه امونيوم هيدروكسيد المفروض هيدينا اورنج ريد كلر ان اكواس لير. البورتريجر تيست بيدي مع الفري انثراكينون، عشان كده بعمل حاجه بيسموها موديفايد بون تريجر تيست، ان انا بعمل بضيف فيريت كلورايد
مع ال HCL بنعمل حاجة بيسموها Oxidative Hydrolysis، عشان كده بيكسر السي جلايكوسايد الموجودة عشان يدينا البوزيتيف بون تريجر تيست. في تيست تاني اللي هو بيسموه المايكرو سبليميشن، الكسكارة طبعا لما بسخنها بتدينا يلو كريستالاين سبليمنت. اليلو كريستالاين سبليمنت ده عبارة عن كريستالز لما بحط عليها الكالي سوليوشن بتتحول الى ريدش براون كلر. اليوز طبعا بتاعتها احنا اتكلمنا وقلنا ان الانثراكينونز عموما بتبقى اللاكزيتيف افكت المودر الدوز، الجرعة لما بتعلى بتبقى بسميها بيرجاتيف. بتستخدم طبعا كستوماتيك تونيك اند بيتر سمول دوزز برومبتنج جاستريك دايجستشن اند ابيتايت، يعني سمول دوز بتحسن الدايجستشن والابيتايت. ان فيترينري براكتس يعني احنا اتفقنا قبل كده ومش عارف اقول لكم انا، لا ان في الدول الاوروبية بتبقى عنديهم بعض الحيوانات الاليفة زي القطط والكلاب، وطبعا عشان دي ربنا خلاها عشان تتحرك تروح وتيجي، بس هي محبوسة طبعا هناك في البيوت وبيحصل عندها الكونستيبيشن او الامساك زيها زي الناس الكبار في السن. فهي بتستخدم طبعا فور دوجز وذ كرونيك كونستيبيشن، و الدوز بتاعتها زي ما قلت لك ان الميكانيزم الاكشن مينلي بيبقى موجود على اللارج انتستين. ده طبعا في بعض المستحضرات الموجوده فيها على هيئه يا اما على هيئه اكستراكت او على هيئه تيربل تي، او ممكن تبقى يعني شوفها كلها فور كرونيك اند هابيشوال كونستيبيشن يعني الامساك المزمن، او كاسكارا تي كاسكارا سجرادا يعني أكثر. في بعد كده ابن عم الكسكارة بالظبط اللي هو بيسموه فرانجيولا بارك او بيسموها قشر العوسج الاسود. الاوريجين بتاعها عبارة عن درايد ستيم بارك اوف رامنس فرانجيولا فاميلي رامنيسي نفس الفاميلي. جيوغرافيكال سورس طبعا بيبقى موجود في اوروبا في الغالب، وفي الغالب فيها نفس المواد الفعالة اللي هي الانثراكينون جلايكوسايدز، ولكن زي ما احنا الاختلاف بيبقى في النيرشر بتاعة الانثراكينون الموجودة. هنا في بعض الحاجات الديفرنس بين كاسكارا اند فرانجيولا، ليه؟ لان هما الاثنين زي ما قلت لك نفس الاستخدام وفي الغالب نفس المواد الانثراكينون، ولكن هما نفس الفاميلي ونفس كمان الجينس، انما في بعض الاختلافات. السكلرايتس كمثال بتبقى موجودة في الكاسكارا وابسنت ان فرانجيولا. لايشنز انموس احنا قلنا عليها بتبقى موجودة برضه في الكاسكارا وابسنت ان فرانجيولا. فايبرز الفايبرز بتاعت الكاسكارا هما اتنين في نفس الشيب، ولكن الويدث بتاعها بيبقى نارور عن الفرانجيولا اللي هي بتبقى اكبر في الحجم يعني وايدر. Medullary rays هنا بتبقى white من 1 to 5 cell wide، إنما هنا في الفرنجيولا بتبقى من 1 to 3 cell wide. حتى التيست بتاعها اللي هو البورن تريجر تيست مع الكاسكار بيدي أورانج ريد، إنما مع الفرنجيولا بيدينا تشيري ريد كولر. مسلك سيلز مش موجودة في الكاسكارا وموجودة في الكورتكس، وده هيبقى لها دور بعد كده لما هنقوله يوليس. اوكي بلاش الباودر، هنلاقيه نفس الباودر نفس الدياجنوستيك اليمنت اللي احنا قلنا عليها اللي هو الكريستال شيث. هنلاقي فيه هنا طبعا البريزم والكلاستر في الستارش جرانيولز. نلاحظ حاجة ان طبعا دي اللي هي الكورك الموجود عندي. زي ما اتفقنا ان هنا انا ممكن افرقهم او واحد يقول لي افرقهم ازاي عن بعض، زي ما قلت لك عن طريق اللينير ميجرمنت، ان انا بشوف الفايبر مين فيهم اطول ومين فيهم ايه اكبر او
الويدث بتاعها مين اكبر. الكولوستيتونز هنا بتبقى طبعا فيها الانثراكين والجلايكوسايد نفس الانثراكين، ولكن طبعا في اختلاف في الاستراكشر بتاعهم، عشان كده احنا بنقول ان في تو سبيشيز هنا عندي اسمهم جلوكوفرانجولين A and B. فرانجولين الفريش بارت بيحتوي على الانثرونز والانثرانولز، لما بعمل لهم اوكسيديشن بيتحولوا طبعا الى الكورسبوندينج انثراكينونز. احنا اتفقنا انا عايز الانثراكينونز، الانثراكينونز اللي هي الرنج اللي في النص دي في السلايد بتاعت الكسكاره بتبقى عباره عن ايه، فيها تو كربونايل جروب. اوكي طيب، انما الانثرونز والانثرانولز دول ما فيهمش غير واحده بس، واحده فيها او اتش والتانيه فيها اكسجين، فدول بيبقوا عاملين زي ما قلت لك بيعملوا مشاكل. فرانجولا جلوكوسايد انا لو عملت لهم هيدروليسيس هيدونا طبعا الرامنوز ده شوجرز، وفرانجولا اومودين ده عباره عن الاجلايكون. اوكي احيانا بتبقى موجوده برضه كرازفونيك اسيد والايزو ايمودين والفرانجولا ايمودين، دول اللي هم فري انثراكينونز. لو تفتكروا كان بيكون فيها كمان هنا ريزنز، فيها مسلج تو ريزنز، و اليوز بتاعتها طبعا انا بستخدمها كلاكزيتيف، بتستخدم كتونيك اجريبل تونيك، بريفير تو كاسكارا يعني انا بفضلها عن الكاسكارا بسبب less disagreeable taste، يعني التيست بتاعها بيبقى more agreeable عن الكاسكارا، يعني لما اكون عندي الكاسكارا وعندي سبانجيولا الكاسكارا بتبقى ايه more disagreeable taste، بتبقى more nauseous. في بعد كده يبقى خلاص اتفقنا دلوقتي واتكلمنا عن الكاسكارا وعن الفرنجولا وازاي نفرق بينهم، والمينيوز بتاعتهم اللي احنا اتفقنا ان هو كلاكزيتيف ان تريتمنت اوف كونستيبيشن، والتست بتاعهم قلنا الكينا او بيسموها قشر الكينا او سينكونا بارك، عبارة عن درايد ستيم اند روت بارك اوف سينكونا ساكسيريبرا، يعني فيها اكتر من سبيشيز او اكتر من سبيشيز موجودة زي سينكونا ساكسيريبرا بيسموها ريد سينكونا، وفي الهايبرز بتاعها بيسموها سينكونا ليد جوليانا والسينكونا كاليسايا، دول بيسموهم اليولو سينكونا، وفي اذر سبيشيز اوف سينكونا زي سينكونا اوفيشيناليس دي بيسموهم البيل سينكونا فاميلي روبياسي. يعني كان انا عندي ثلاثة انواع من السينكونا، في الريد سينكونا وفي اليلو سينكونا وفي حاجة بيسموها البيل سينكونا. الجغرافيكال سورس بتاعتها بتبقى موجودة في ساوث امريكا زي الدول اللي احنا عارفينها زي البيرو والاكوادور، طبعا كل الدول دي بتبقى موجودة على ارتفاعات عالية من سطح البحر بتوصل لحد 9000 فيت، وحاليا بيعملوا لها كالتيفيشن في الهند وفي الكونغو وفي تمام. طيب طبعا هنا بيتكلم عن الميكروسكوبيكال كاركترز بتاعه الديفرنت تايبز اوف ديفرنت تايبز اوف سينكونا، يعني احنا مش هنتكلم في التفاصيل في الحاجات دي خافك عن يوليس. اوكي بلاش من التي اس، تلاقي في اختلاف طبعا بين الثلاثه سبيشيز اللي هم موجودين او الثلاث انواع ريد سينكونا واليلي سينكونا والبيل سينكونا، من ناحيه الايه، من ناحيه الدايمتر بتاع البارك، من ناحيه الثيكنس بتاعته، من ناحيه الاودر او الاوتر سيرفيس، يعني الاوتر سيرفيس هنا بيبقى لينجوتودينالي في فرز او لينجوتودينالي راديشن، انما هنا اليلي سينكونا بتبقى برود لينجوتودينال بتبقى اكتر من الاولانيه، انما التانية البيل بتبقى فيها ترانسفيرز كراكس او كانت شقوقات عرضية، يعني حاجات كتير. الكونستيتونس هنا بتبقى طبعا
فيها انثراكين وجلايكوسايد نفس الانثراكين، ولكن طبعا في اختلاف في الاستراكشر بتاعهم، عشان كده احنا بنقول ان في تو سبيشيز هنا عندي اسمهم جلوكوفرانجولين A and B. فرانجولين كده متهيألي خدتوه في المعمل انتوا، ده قطاع يعني ده قطاع عرضي وده قطاع طولي. يعني القطاع الطولي زي ما احنا شايفين الخلايا بتظهر elongated والفايبر بيظهر لي كأنه في الباودر زي ما احنا شايفين اهو، لأن هو انت بتاخد قطاع طولي موجود فيه. طبعا من ضمن الاكتف كونسيتوس الموجوده هنا نلاحظ ان السلايدز دي او الخليه دي بتبقى فيها ايه النوع ده، مايكرو كريستالز اوف كالسيوم اوكساليت، مايكرو كريستالز اوف كالسيوم اوكساليت. ده عباره عن الباودر بتاعها، طبعا ده اللي هو الكورك سيلز ان سيرفيس فيو، ده عباره عن ستارش كرانيولز، ده عباره عن فلويم بارينكايما. اوكي في بعد كده رقم ثلاثة دي عبارة عن برضه نلاحظ ان برانكيميتا السيلز بتحتوي على ستارش جرانيولز وفيها طبعا بيجمنتس. هنا طبعا الرقم ده اللي هي عبارة عن سنجل فايبر، طبعا بتبقى لارج ان سايز وكاركترستيك. اوكي بلاش من التي اس ده الشكل بتاعها اهو المميز جدا الفايبر زي ما احنا شايفين، ده اللي هو بيسميه اليومن بتاعها بيبقى النارو زي ما احنا شايفين، وواخده شكل الفانل شيب. اوكي ده عامل زي الفانل اهو اهو. الاكتيف كونستيتوانت الموجود هنا في السنكونه من ضمن الحاجات اللي فيها الكالويدز تمام، وفيها ميكشر اوف 30 الكالويدز يعني ميجور اند ماينورز. احنا اتفقنا ان الالكالويدز بيبقوا موجودين داخل البلانتس على هيئه ايه، على هيئه سولتس، فهنا هم موجودين عاملين سولتس مع تانينز اوكي او مع اسيد، بس الاسيد ده عباره عن تانينز ان نيتشر زي ايه اسمهم ايه، سينكوتانيك اسيد اند كينيك اسيد. اوكي طيب اسمهم ايه الالكالويدز دول او تبع انهي جروب، تبع جروب اسمه الكينولين الكالويدز، اسمهم ايه، اسمهم الكينين والكينيدين والسينكونين والسينكونيدين، وزي ما قلت لك دول موجودين على هيئة سولتس مع الكينيك اسيد اند سينكوتانيك اسيد. موجود تاني كمان تانينز اللي هم السينكوتانيك اسيد ممكن يكون موجود على هيئة فري، وهي حاجة بيسموها فلوبا تانين، في بيتر امورفس جلايكوسايد بيسموهم كينوفين بالاضافة الى الاسيد زي الكينيك اسيد، فيها طبعا كالسيوم اوكساليت اند ستارش. الاستخدامات بتاعتهم يعني هم ليهم استخدامات كتيرة، او المجموعة دي من الالكالويد مهمة جدا. ليه؟ لان نلاحظ ان هم مثلا يستخدموا كبيتر تونيك اند ستوماشيك، يعني بيبقوا موجودين وخاصة الكينين بجرعة صغيرة في
بيسموهم اللي هما ايه التونيك درينكس او المشروبات المقوية زي الريد بول او البلو بول، سوري مش الريد بول. في بعد كده الكينين بيستخدم ان تريتمنت اوف ملاريا، اوكي، ودي اكتشفوها بالصدفة ان كانت في بعض الاشجار دي بتنمو على بحيرة اثناء احدى الحروب، والجنود طبعا شربوا من المية في البحيرة، وفي جنود تانية ما شربوش فاصيبوا، اللي ما شربوش طبعا اصيبوا بالملاريا وتوفوا، انما اللي شربوا من المية دي ما حصل لهمش حاجة لان البذور بتاعة الاشجار كانت موجودة في المية بتاعة البحيرة، وكانت طبعا بتفرز الالكالويدز دي داخل المية. طبعا الكلام كتير جدا الايام دي عن الكورونا فيروس وعن استخدام الهيدروكسيكلوروكوين في تريتمنت بتاعتها. هنا نلاحظ ان الهيدروكسيكلوروكوين اللي هو موجود في حاجه زي الهيدروكين راس بتاع شكل اسكندريه او موجود على هيئه بلاك نيل، بيبقى له دور مهم جدا في تريتمنت الكورونا فيروس. الهيدروكسيكلوروكوين يعتبر السينسيتيك انالوجز بتاع الكينين، السينسيتيك انالوج بتاع الكينين. اتفقنا ان دايما الفارماكوجنوزي بتديني بداية الخيط او الجايد لاينز، ان انا عندي المولكيول ده وبتوع اورجانيك بعد كده او بتوع الطبية بيكملوا، يعني ايه اقول والله انا عايز اعمل انالوج او سيمي سينسيس المركب ده، هو يبدأ يشتغل على هذا الاساس. الكينيدين بيستخدم في الكاردك اريزميا and for arterial fibrillation. cardiac arrhythmia يعني عدم انتظام ضربات القلب، والرفة الأذنية بيسموها أو arterial fibrillation، طبعا دي خطيرة جدا ممكن تسبب الوفاة لا قدر الله. طبعا ده الكينيدين، يعني اتفقنا الكينين والكينيدين دول تو ايزومرز لبعض، ولكن هنا كل واحد ليه استخدام. السينكونين والسينكونيدين ده انتي روماتيك، ده بيعالج اللي هو الروماتويد. الروماتويد احنا اتفقنا ان هو بيبقى اوتو اميون ديزيز وبيبقى بيصيب المفاصل، فهنا السينكونين والسينكونيدين ليهم دور في كانتي روماتيك. الكيراتوليتيك اند هير ستيميوليشن طبعا ده بيبقى موجود في بعض الشامبوهات ومستحضرات الشعر، ان هو زي ما قلت لك كيراتوليتيك يعني بيشيل القشره، وفي نفس الوقت هير ستيميوليشن. ده اخر لسه في بعد كده الكيميكال تيست بتاع السنكونة. في اكتر من تيست، يعني هنا في الكالويدز، فممكن انا واحد يقول لي والله انا اعمل ميرز ريجنت، صح ميرز ريجنت هيدي وايت بريسبيتيت، ولكن احنا اتفقنا ان الميرز ريجنت ده بيبقى ايه نوت سبيسيفيك، بيدي مع الكل. اوكي، في تيست بيبقى سبيسيفيك اللي هو ايه بيسموه الثاليوكين تيست او السيليوكين رياكشن. طبعا البروسيجر بتاعه يعني ستريت فورورد ما فيهوش حاجه، المهم ان هو بيدينا جرين كلر، وده بيبقى بيدي بوزيتيف بسبب وجود الكينين اند كينيدين. انا الحين لو عملت جبت الباودر بتاعي كمان من ضمن التستات اللي هي التست رقم واحد، وسخنت دراي تيست تيوب، هيدينا ريدش fumes are evolved، وخاصة مع السنكونا ريد، وبعد كده طبعا ايه بيتغير الى بيربرش ريد دروبس soluble in alcohol.